دكتور أمجد، أنا دلوقتي لو عندي إصابة لا قدر الله أي حد، الفترة اللي تبقى معدية أكتر وأنا بفترة النقاهة في الآخر ولا في البداية ولا إمتى؟ اول 5 ايام، 5 ايام لسبعة ايام. زمان كنا بنقول العزل اسبوعين، وبعد كده قلنا اسبوع، بعد كده قلنا لو انت واخد اللقاح 5 ايام. ودور الكمامه على فكره برضه انا عايز اعقب كده، مهم جدا يا جماعه. جدا مش جدا. القصه مش كورونا، الانفلونزا خطيره، والكمامه بتمنع برضه، اه طبعا، بتقلل حتى من الكتله الفيروسيه اللي داخله، اللي بدليل هو ان الدكتور احنا قالها. لما كنا بنلبس كمامه ما كانش عند ما كناش جبناش بنعمل انفلونزا، كان بيجيلنا كورونا بس ما لا جبناش حضرتك، انفلونزا. الريسبيراتي سينسيتيال فايروس ده وقت الكورونا عشان الناس كانت قاعده بده ما كانش موجود ما في جاش، اختلاف اصلا في في سنه ما السماء. جاش. اه والانفلونزا ما جاش حالات خالص. انا كنت يعني قلت يعني هو الحمد هي مش لله بتحمي من ده بس ما بس. شفناهوش في العيادات. بتلبس كمامه يا دكتور امجد لا في يدا. اي مكان اه انا اي بلبس، مكان الدكاتره هتلبس حضرتك انا الكمامه. بلبس طب من هل 10 هنلبس سنين الناس الفتره كمامه. دي؟ اه بص، لا هو لو في تباعد زي ما قلت لها بقيت اقول للامهات اقعدي لا حضرتك بس هو حاطه كرسي مهم. بعيد. بس الدكتوره بعيد الدكتوره قالت لك بتلبسها من 10 سنين، من يعني 10 مثلا اي سنين انا حد كنت عيان، بيتعامل انا مع البشر عشان اطفى. يلبس اما كمامه. طبعا برد، انفلونزا، كورونا، الدكاتره مخاوي، تلبس كمان اتقلل ايه فرصه. كمان. انت عارفه ان العدوات التنفسيه دي يعتبر مهيج للرئه اصلا، يبقى حساسيه صدر زي التراب وشعر الحيوانات. العدوى التنفسيه ليها اصابه رئويه هتزيد من معدل حساسيه الصدر ومعدلات حساسيه الانف. ارتداء الكمامه بقى كمان بتبرد الهواء الداخلي للجيوب الانفيه، ليها دور في الاطفال اللي انا اقول له البسها الصبح انت خارج انا بقول قبل لكل تيار العيال كده الهواء قبل الساقع. ما تنزل الباص بساعه، بتدفي الهواء. يعني هو نازل يلبس الماسك ساعه واحده بس. لو الطفل فوق 4 سنين، لا تحت 4 سنين، لا هتدفي يعني الهواء فوق الداخلي اربع للجيوب سنين الانفيه يلبس الكمامه ساعه ساعه، لان دي بيقلل ان هو يجيله حساسيه انف، حساسيه بالفعل. صدر. اه ده الهواء الساقع ده، ايوه ده زي عشان يحمي نفسه مش كمان عشان ده احنا العدوى، بنعدل لك عشان ما فوائدها يخشش كلها، الحساسيه. مش عدوى بس، عشان الدكتوره حساسيه. يبقى يا جماعه ارجعوا للكمامات، الطفل فوق 4 سنين لبسيه وهو نازل ويفضل بيها ساعه، مش بس عشان يحمي نفسه او لو هو عنده تعب فيحمي الاخرين، لا علشان هو ما يجيلوش مشكله. انا برضو عاوزه اقول للامهات حاجه، العيال اللي عندها حساسيه انف حساسيه صدر تستعد من قبل الشتاء بشهر، شهر 10 تطعيم الانفلونزا، كل التطعيمات اللي المفروض ياخدها جوه الصحه وخارج الصحه، في 9 وفي 10. لا والتطعيمات وهو صغير، هو طفل، المكورات الرئويه والهيب لازم يتطعم كل التطعيمات دي، بتقلل الاصابه. الانفلونزا بقى كل سنه، كل سنه ده لازم بتاع الحساسيه، ولازم حضرتك ياخد حاجه اسمها اللي هو الكنترولر، يعني الادويه اللي تمنع ان الشعب الهوائيه تنقبض. كل طفل ليه رجيم معين، وبرده حساسيه الانف بندي بخاخات كورتيزون، يعني لو طفل كل شتاء متبهدل بنبتدي من اول شهر 10 او 11 على البخاخات والكنترولر ده، فبيقلل جدا جدا الادوار. وهم بنحميهم وبنحمي نفسنا لان هم بيبقوا حامل العدوى للكبار.